تقول السائلة بأنها فتاة ذهبت إلى مكة لأداء مناسك الحج، وفي أثناء الحج في اليوم 13 أصابها ضربة شمس فأغمي عليها، فبقي لها من الحج رمي الجمرات في اليوم 13 وطواف الوداع. أما رمي الجمرات فرمى عنها أخوها الجمرات، وأما طواف الوداع فلم تستطع لأنها متعبة، فهل عليها شيء في ذلك شيء؟ نعم عليها في ذلك على ما قاله الفقهاء رحمهم الله، أن تذبح فدية في مكة توزع على الفقراء عن طواف الوداع. نعم.